تشيكن بالمشروم صوص او صدور الفراخ بالمشروم صوص، وهنقدم معاها مكرونه سباكيتي ونوع خضار مقدمه معاه النهارده بسله بالجزر. انا سخنت الطاسه كويس قوي لان عايزه صدور الفراخ تتشوح، يعني تتشوح تشويحه حلوه جدا عشان التشويحه بتاعت الفراخ دي، والصوص اللي هينزل منها هو ده اللي انا هستخدمه برضو للمشروم بتاعي، هو ده الصوص بتاعي. اقطعها كده اهو، طبعا غسلت الفراخ كويس قوي بملح ودقيق وليمون وميه فتره، بتبل بقى الفراخ اهو، معلقه زيت. انا ما قلتش التوابل اصلا اللي عندنا، عندنا مشروم وتوم ومكعبات مرقه فراخ وزعتر وكريمه، عندنا كمان زبده، بابريكا، بهارات الكاجن بتدي طعم حلو قوي، عندنا كمان بودره توم، وطبعا ملح وفلفل، وزي ما قلت نوع الخضار متاح. انا هنا لقيت بسله بالجزر رحت حطاها، ممكن كمان بروكلي وممكن فاصوليا كده زي ما هي من غير ما نقطعها خالص. نحط في التوابل في تتبيله الفراخ بودره الثوم وحبه ملح مع فلفل اسود وايه رشه كاجن، نتبل كويس قوي ونحطها ايه على الطاسه كده وهي سخنه، حس كل صدور الفراخ تبقى متبله بودره الثوم والملح والفلفل الاسود وبهارات الايه الكاجن. نحط معلقه زيت هنا عشان ده الصوص بقى اللي ينزل اهو. ابتدي بقى احط ايه صدور الفراخ، هسيبها بقى تتشوح كويس قوي قوي، بحس ان لونها يبقى اغمق من كده على الناحيتين، وعايزه الصوص ده يغمق شويه عشان ده الصوص اللي هحط عليه زبده بقى، وابتدي احط الثوم والمشروم خلاص، فعايزه ايه يتحمر كويس قوي. حطيها بقى كده كده بقى، هناخد 3 فصوص ثوم نبص كده على الفراخ اهو، نقلبها دلوقتي على الناحية التانية لغاية برضو ما تدي نفس اللون ده. خلاص هجيب بقى التوم دلوقتي واجرشه جرش كده ايه يبقى مش كبير قوي بس في نفس الوقت مش مفروم يعني. طيب هنا بقى هشوح بقى البسله بالجزر مع حبه الاسباكيتي عشان تبقى جاهزه اهو، الزبده بس التومه، اول ما تسيح هحط الايه البسله. نبص كده هسيبها شويه كمان، عايزاها تتحمر شويه كمان، اول ما تتحمر شويه كمان هجيب طبق كده احط فيه الفراخ عشان بعد كده هحط زبده على الصوص ده وابتدي ايه استخدمه. نجيب ده كده اهي، الزبده هنا ابتدت تسيح، زبده، مكعب مرقه خضار او فراخ، وايه رشة فلفل اسود، رشة ملح، وفص تومة موجود هنا. خلاص كده انا اصلا اوريدي هسيبها بقى لحد ايه ما الزبدة تسيح والبسلة بالجزر ايه تتحمر تحميرة حلوة كده. بصوا البسلة بالجزر بقت جاهزة اهي، اللي حطينا عليها ملح وفلفل اسود، مكعب مرقة خضار مع فص توم مفروم مع زبدة، مكعب واحد من الزبدة اهو بقى جاهز. خلاص هسيبه كده على جنب. بالنسبة للفراخ
تعالوا نبص كده، انا عايزه بس القطع كلها تبقى اللون ده ماشي، فعشان كده ايه يعني سايباها شويه القطع اللي احس انها اتحمرت وبقت تحميره حلوه هشيلها، عشان ايه تدي فرصه للتانيه تتحمر اصلا. ايوه بصوا بقى اللون ده هو ده اللون الايه اللي انا عايزاه. طيب عقبال ما دول يتحمروا كده هحط ايه بقى؟ هحط الثوم. الثوم لما بيبقى مجروش كده بيبقى طعمه خطير. هحط الزبدة، هحط مكعب المرقة مع الزعتر، بصوا كل ده مع بعضه. نشيل بقى ده كده، هحط المشروم ياخد بقى من الزبدة والثوم والزعتر ومكعب المرقة، بس بوطي عليهم النار خالص لحد ما المشروم يتشرب كله من الزبدة والزعتر والثوم والصوص ده. كريمة بقى، طب لو مفيش كريمة حبة نشا مع لبن ماشي، بس هسيب بقى الفراخ تغلي بقى جوه الكريمة دي عشان تكمل سواها، هي استوت بس انا عايزاها تبقى طرية جدا. وكل اللي هنعمله هحط شوية من بهارات الكيجن مع البابريكا بس، واسيبها على نار هادية جدا جدا لحد ما تغلي. نبص كده دي ايه قدامها شوية. طيب هحط البسلة بالجزر في البولة دي عشان عايزة مكانها احط المكرونة تتشوح، مش عايزة ألخبط المكرونة مع البسلة والجزر، عايزة يبقى فيه اختيارات يعني، هنحطها جنبيهم عشان اللي مش عايز كده. نخلي دي على جنب. هسيبها بقى ايه تتشوح كويس قوي مع مكعب زبدة صغير وايه وملح وفلفل اسود، حتى ممكن ما احطش ملح لان انا حاطه ايه، بس الفلفل الاسود بيديها طعم حلو قوي اهي. كل اللي هعمله هحط معلقه صغيره قوي من الكريمه ما تبانش، يعني انا مش عايزاها تبان، انا بس عايزاها ايه هتديها طعم كده لذيذ قوي. وحط كده في النص عشان زي ما قلت ده البسله بالجزر دي هتبقى حاجه اختياريه. بصوا بقى الفراخ اللي بالمشروم اهي، حتى لونها جميل جدا. احنا حطينا الكريمه بس بتاعه تغلي كتير فخدت من الصوص، وسايبه شويه عشان ايه هقلبها في الاخر كده مع الصوص واحطها بقى ايه على الوش. هعمل ايه دلوقتي؟ هحط الكريمه وبعدين ابتدي اسقيها كده.